الصحة أغلى من الاثنين للجمعة 11 صباحا بتوقيت بيروت وبإعادة 9 مساء بتوقيت بيروت على راديو تموز. بالنسبة للمصابين بحب الشباب يفضل بل ويجب غسيل الوجه مرتين يوميا، صباحا عند الاستيقاظ من النوم ومساء قبل النوم بالماء الفاتر والصابون، أو هنالك بعض المستحضرات الخاصة للبشرة الدهنية موجودة بالصيدليات. كذلك يجب عدم التعرض لأشعة الشمس، وإذا كان ذلك ضروريا استخدام الواقيات الشمسية التي يحددها الطبيب. الدكتور خالد عبد الرحمن أخصائي الأمراض الجلدية والتجميل بمركز الشارقة العالمي للطب الشمولي. الصحة أغلى من الاثنين للجمعة 11 صباحا بتوقيت بيروت وبإعادة 9 مساء بتوقيت بيروت على راديو تموز.